فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندما أردت الزواج بامرأة اشترط علي أهلها أن أسمح لها بالذهاب للابتعاث في الخارج مع أخيها وبعد زواجي بها، يقول: فوافقت على شرطهم، ولكن بعد الزواج تبين لي أن الأحسن عدم ذهابها فامتنعت من ذلك، فقيل لي إنني آثم وإن المسلمين على شروطهم. على شروطها مستحيحة، هذا شرط غير صحيح، هذا شرط غير صحيح. المسلمون على شروطهم الصحيحة إلا شرطا، ولهذا في آخر الحديث: إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا يحل حراما، وهو الدراسة في الخارج وذهاب المرأة إلى آخره. نعم.